بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكريما لمقام الدكتور الفقيد الراحل الأستاذ إبراهيم الفقي، وإقرارا بفضله وحقه على أجيالنا التي استقت من معين فكره والتي أعطاها كل جهده ووقته، واحتفاء بذكرى ميلاده، هذه أبيات متواضعة أهديها لمقامه حسن الذكر. حلت بنا ذكرى تأرج فيها ورد الوفاء فراح يرقص تيها، ذكرى ولادة عالم ومعلم، نحيي المعاني الغر إذ نحييها. ما الاحتفال بمولد الدكتور إلا خدمة لجنابه نسديها، ولروحه في عليين تحية إذ جاورت في جنة باريها. يا رائد الإنماء، يا رائد الإنماء، ذكرك بصمة لا تقدر الأعوام أن تمحوها، فبكل آن نقتدي بمقالة وبكل يوم قصة نرويها. ما كنت غمرا في الورى يا سيدي، ما كنت غمرا في الورى يا سيدي، بل كنت متقد الفؤاد ذكاء نبيها، بل كنت متقد الذكاء نبيها. كم من دروس للعقول خصصتها، أحسنت فيها النصح والتنبيه، ومحافل بك أزهرت وتنورت فيها مع العلماء كنت وجيها. هذه العروبة قد أتتك بشكرها إذ صنت فكرة بناتها وبنيها، هذه العروبة قد أتتك بشكرها إذ صنت فكرة بناتها وبنيها. فهنيئا المجد الذي أسسته ومبادئا ببسالة بانيها، ورأيت موت شعوبنا من جهلها، ورأيت موت شعوبنا من جهلها، فغدوت بالفكر الثري تحييها. عذرا فأني في المديح مقصر، فمقامكم لقريحتي يعيها، فمقامكم لقريحتي يعيها. كاظم العلوان، وكيل اللجنة الثقافية لشبكة إعلام المرأة العربية، العراق.